نبتعد عن شوي الكونتاكت هنا. تمام دكتور العزيز بلش كهرباء دكتور شوي طبعا الانترنت ماشي خلينا نبتعد عن المارجنال طيب خلينا نبتعد عن البروكسيمال سيركل حتى لا اطف الادجيسنت حتى حافظ عليه كبدايه شغل وين؟ يعني ما ادخل بالمارجن يعني ما افتح الكلاسري مباشره لا شلون كلاس 2 اذا تعلمت قبل ما اخذين تفاصيل كلاس 2 ببدايه تبلشون بكلاس 1 توصلون الى المارجن الريج بعدين تسوون كلاس 2 البنادول لا شيء بعدين تفتحون المارجن صح؟ هنا نفس الشيء تقريبا لما اشتغل بالبدايه ابتعد عن المارجن الانترين وبعدين ابدا الشغل طبعا شباب خمسة ملاحظة بسيطة قبل لا ابلش اشتغل انه سوي لها انترنس صار عندي سكوب شيب تمام لما اوصل للادجيسنت اقدر اكو شغلات اقدر احافظ عليها على الادجيسنت لما اشتغل اكو سكشنال اكو سكشنال باند نقدر نستخدمه اللي هو هذا شوفوا حتى حافظ كبدايه انه انا خاف ايدي تاخذ خاف الهاند بيس خاف كذا ممكن تستخدمه وطريقة ثانية تسوي سبريدين بيمن في الوجه يعني عندنا طريقتين لاحظوا هذا ما يلزمنا طبعا لازم نوز توزر شباب واحد من الشباب بس يجيب لي توزر ولو زحمة من المختبر توزر ايوه القصد انه بهاي الطريقه اقدر احافظ على الادجيسنت تمام بهاي الطريقه اقدر احافظ على الادجيسنت في سكشنال باند واحافظ على الادجيسنت حتى ما اطخ نهائيا حتى بالايتشنج هم اكو فد شريط لاصق هذا التيفلون او غيره حتى اغلف الادجيسنت توث حتى انه ما يصرف باي اسيد ايتشنج لانه مشكله بصراحه فهي مور سيستم تكنيك تعلم بالبدايه على الصح حتى تمشي الامور بسهوله. اوكي بعدني ما فتحت الكونتاكت صار عندي تقريبا ثين وول فريبل وول هنا أنا عاده ينصح انه اذا عندي فد هاند انسترومنتس يعني الهاتشيت ذني الشغلات والهو اقدر استخدمه اشيل ارفع الثين سكشن يعني او بالبروب بعض الاحيان توصل فد شيء ثين سكشن توصل لمنطقه كلش يعني ثين ترفعها بالبروب حتى لا تضربها بالهاند بيس حتى لا تدخل الجسم بس احنا نستخدم البروتكشن بروتكشن مينز اقدر اشتغل براحتي بس اذا ما هي ما موجوده الاشياء اوصل لتقريبا المارجن اوكي اوصل البروكسيمال سيرفيس واتوقف بالبروب اشيلها تمام افتح الكونتاكت لان انا اصلا عندي سبيس هنا يا شباب. ملاحظه ايضا ملاحظه على الاكزيال وول يعني الدف مالتي البلبل فلور نقدر نقول هنا تقريبا قدر الامكان البلبل فلور يكون كونفكس يعني فيلو ذا اناتومي اوف ذا توث تمام يعني مو ستريت حتى ما اكون قريب على البلب ويصير عندي مشاكل البلب لازم الشغل مالتي راح يكون كونفكس بالنسبة كونفكس from the incisor to the gingival fair اوكي دكتور نواب حسن بس
هذا ديزاين هو الكونفنشنال. راح اسوي بيفلنج بسيط، بيفلنج بسيط بالزاويه 45 شباب. هاي الزاوية بابرن بسيط والإنساز الوول عكسيدك. هاي خلص، هذا كله بما يخص الكلاس 3 شيء بسيط. طبعا هذا الديزاين هو الكونفنشنال. السكوب مو هيك شيء، على قد الكيريز راح يصير على شكل كونفكس فقط، كونفكس يعني راوند بير تدخل وتطلع. اوكي، هنا صار عندي وول، هنا صار عندي اكزيال وول، صار عندي كونفكس اكزيال وول، الوول كله الادجيسنت وطريقه يعني حمايه الادجيسنت فروم سكراتشنج باي بير. تفضل. بفل دفلور بفل دفلور كونفكس كونفكس. لا لا مو دايفرج، ما عندي وول دايفرج. لا الوول مالتي كله ستريت رايت انجل، ولكن البفلنج بأقصى دكابو سيرفس فقط، يعني ما عندي ميلان ودرجات وكذا. اوكي، انا بالنسبه لي الكونفكس الاكزيال وول القريب على البلب اللي هو البلبال وول، تمام، هذا يصير كونفكس لي حتى لو اوصل لي انه اخذ متوت ستراكشرز اللي يكون قريب على البلب. انا قدر الامكان اسوي بروتكشن للبلب قدر الامكان بالدينتين طبعا فيكسون كونفكس، تمام. هسه نبلش طبعا موضوع الاتشن، لان طبعا الاتش بي ما يشتغل لان بلاستيك ماتيريالز ولا شغلات، بس احنا نسوي الاتشنج لمدة 10 إلى، وطبعا نحافظ على الادجيسنت. زين شلون هنبسط الفيديو؟ اوكي، ننتظر 10 إلى 15 ثانية هذا الاتشنج، بعدين ووشنج أيضا لمدة 10 ثواني. مهم جدا الووشنج، كلش مهم الووشنج. دراينس أيضا لمدة يعني 2 إلى 3 ثانية ورا ما سوي ووشنج. موقع المي لذلك راح نشف. اي طبعا شباب، طبعا تدرون المي ماكو، راح نشف بالبرشر بس. اوكي، يعني اعتبروه انه هذا ووشنج. ماكو بيتنا ولا اخذ شيء بعد واحده ثانيه ما سوينا الوش لمدة 10 ثواني، دراينس بسيطة لمدة 2 إلى 3 ثانية، أوكي؟ نوصل إلى مرحلة البوندينج. نسوي أبلكيشن للبوند. ما جابين بوند. زين أوكي. أتوقع هسه إحنا عندنا بوند، أيضاً تخيلوا يعني. اليوم راح نهريكم تخيل. أيضاً البوند على كل السيرفيسز. هنا في سايل برش. بعدين كيورينج هاي 10 ثواني، 10 ثواني كيورينج، الكومبوست 20 ثانية. اوكي، هسه نجي الابلكيشن للكومبوزيت. هو الكلاس 3 يعني تقريبا ايزي، يعني هذا نقدر نسوي ان ون One placement, one application. بس راح اسوي تو ابلكيشن حتى كبدايه. مو بعد ما راح اخليه. لاير بسيطه.
شباب طريقة السلوت ستريب هنا أنا عندي كل سلوت ستريب كلش مهم الابلكيشن مالته السكويزن مالته شغله كله بالكلاس 3 and 4 هو سلوت ستريب هذا كله هذا يثبت شغله يعني مو كيف نحن نشتغل أهم شيء الأجيسنت تمام لازم نكون حذرين جدا سلوت ستريب بصراحة معظم الطلبة اللي كانوا يشتغلون الكومبوزيت ما كانوا يهتمون هذا التفاصيل لذلك شيء يصير عندي كومبوزيت ينزل على أجيسنت يقفل عندي جنجافل ثيرد كله قفله بسبب إنه ما مشتغل بالسلوت ستريب وبعدين تعرضها تعال افتح وتعال افتح وعيد الحشوة وارفعها فما له داعي من البداية نستخدم يعني التكنيك السليم حتى نتخلص من كل الديسادفانتجز صعوبات العمل هذا المفروض ندرسه طبعا مش طويل هذا تمام حتى نحافظ على هذا الجنجافل ثيرد حتى نحافظ على الجنجافل امبريشر نحتاج انه نستخدم Okay, as a separation. Good. صار عندي تاج قوي كلش وحافظ لي على ستريب وحاس يعني أضمن إنه الأكسس مالتي ما راح يروح سيرفايكالي تمام؟ بعدين آخر أبليكيشن للكومبوزيت وسوي سكويزنج فيرويل أدابتيشن يعني بين قوسين أسوي الكونتور القاني بالبداية بعدين آخر خطوة استخدم ال خلي شوية زيادة أتأكد أنه ماكو عندي أي أكسس وأتأكد أنه السيلود باند صار عندي فيكسيشن سيرفايكالي حتى أتخلص من موضوع الزيادات حتى لا أتعب بالفينشينج أوكي تقريبا بدون ما احتاج بعد فينشنج لان ما صار عندي اي اكسس استخدمت السترب بصوره صحيحه استخدمت الوج سوي سيبريشن تمام بس تشوفون هذا ما يحتاج لسه فينشنج فينشنج كلش بسيط يحتاج لنا كلش بسيط أنا الفينشينج يفضل بالفليمد بير فليمد بير اكو بيرات خاصه مال الفينشينج بير كنت تحضروها الكود مالته يصير اصفر اكو تيبرت فيشر بير فليمد بير راوند بير هالاشياء كلها فور فينشينج لما ان شاء الله السنه يعني هاي السنه ان شاء الله تكون حاضره وياكم بالكومبوزيت حاضره وياكم بالكومبوزيت كل هاي التفاصيل هذا اكو اكسس هنا نشيله بس لما يفضل بمن فليمد بير فينشن بير ذاك خاص يشيل عندي بس الكومبوزيت تربل سرنج اوكي هذا التكنيك بس ما تستخدمه على الفيشت
البير لأنه مو الأصفر فيشال من التوس تراكشر طبعا لا نشوفه هذا الأزرق هو الكورس في البداية نبلش بيه بعدين ندرج بالألوان بعدين ميديوم بعدين فاين بس أنا قبل رحت الفاين لأن هو تقريبا فينيش مهم جدا طبعا الفينشينج الكومبوزيت كلش مهم Inspection. نفحص المارجن ورا ما نكمل نفحص المارجن كله لاحظوا لاحظوا البير ما بي اي توقف البروب سوري البروب ما بي اي توقف اي كاتش ما عندي اي زياده اكس ماتيريال ما عندي صار عندي تقريبا وول واحد فاين سموث وول اوكي الكونتور رجع عندي والاشياء كلها رجعت تمام ان شاء الله الاسبوع القادم اذا قدرنا على كلاس 4 عم ناخذ في محاضره بسيطه فد ريفيو بسيط على الانفورميشنز اللي اخذتوها ونشتغل